السلام عليكم. أنا أحمد السير، وحابب لي أتكلم عن البوت كامب بتاع قوات السودان. طيب، حيكون فيديوهات بسيطة 10 دقائق ل 15 دقيقة بالنسبة لكل يوم. نبدأ إن شاء الله بأول يوم. طيب، في اليوم الأول كان تكلمنا عن برنامج قوات السودان بصورة ملخصة. طيب، ليه برنامج قوات السودان أو ليه قوات السودان؟ صراحة في دول كثيرة كبيرة، سواء كان أفريقيا أو عربيا، زي مصر، كينيا، جنوب أفريقيا، نيجيريا، غانا، في مشكلة نفس المشكلة اللي قاعدة هنا عندنا في السودان، اللي هو إن الناس بيتخرجوا من الجامعات اللي عندها علاقة بالاي تي أو البرمجة بيكونوا ما محدثين أو ما أب تو ديت مع السوق. يعني بتقرأ حاجة في الجامعة، يعني مثلا في الجامعة على حسب السيرفي أو على حسب الدراسة اللي احنا عملناها، معظم الناس بتقرأ سي وجافا، لما يعني تجي للسوق بتلاقي إن عندك بايثون، جافا سكريبت، دوت نت، حاجات بالشكل ده. فبتلاقي انه في فرق كبير بين الحاجات دي، حتى بعد في المفاهيم وفي الحياة الجديدة اللي حصلت. ففي المدن الكبيرة او في البلدان الكبيرة نفس المشكلة دي قاعدة، فبيحلوها بحاجة اسمها بيكون في تريننج بالنسبة للناس، تريننج مكثف جدا بالنسبة للناس اللي بيتخرجوا من الجامعات اي تي، بحيث انه يدوهم التكنولوجيا الجديدة او الحاجات الجديدة في سوق العمل عشان تأهلهم انهم يشتغلوا في السوق. صراحة قبل كم شهر كان جيت كينيا، وفي ستارت اب اسمه مورينجا سكول. في مورينجا سكول كانوا بيعملوا كالآتي، انهم بيجيبوا الناس ينزلوهم تراك معين، حاجة بتاعت 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، بعدها بيعملوا لهم لينك او انترنشيب مع شركة معينة عندها علاقة بالبرمجة. فلما جيت قعدت فكرت، قلت اني يا اخي المشكلة دي نفس المشكلة اللي قاعدة في السودان، فليه نحن ما يكون عندنا حل مشابه للحل ده؟ عشان كده جاء البرنامج بتاع كود سودان. فالحاجة اللي لقيناها من دراستنا إنه ما في برامج تدريبية بجودة عالية قاعدة حسي في السودان. معظم الدراسة بتكون زي الدراسة في الجامعة، إنه اللي هو في زول بيجي خاش بيكون عنده سلايدز أو بيكون عنده حاجات معينة بيشتغل عليها. البروجكت أو المشاريع اللي بتشتغل عليها ما بتكون عندها أي علاقة بأرض الواقع، بتكون بس مشاريع عشان تبدع على الفهم وخلاص. لكن لا، نحن هناخد الموضوع ده لليفل جديد أو لدرجة أعلى إن شاء الله وجودة أعلى إن شاء الله. طيب، ما هو كود سودان؟ كود سودان هو بنهدف تدريب مبرمجين سودانيين حاليا، لقدام ان شاء الله حيكون مفتوح للناس اللي اشتغلوا برمجه او قروا برمجه قبل كده وما قروا، لكن حاليا بيستيك مع الناس اللي هم مبرمجين على احدث التكنولوجيا اللي بيحتاجها سوق العمل. عن طريق شنو؟ عن طريق مشاريع مصممه خصيصا للاحتياج السوداني. طيب تمام. من الحاجات، من الدراسه اللي جينا نحن تكلمنا مع ناس كتار شديد، سواء كان ناس عندهم شركات بتاعت اي تي، سواء كان ناس محتاجين ناس اي تي، سواء كان شباب في الجامعة، شباب يتخرجوا، ناس بيشتغلوا في مراكز كبيرة بحثية، ناس بيشتغلوا في شركات كبيرة او مؤسسات كبيرة مثلا زي زين. فلما اتكلمنا معاهم لقينا انه يا اخي فعلا في جاب كبير في الماركت، ومعظم الناس اللي هم بيفتشوا ما بيفتشوا عن انه يا اخي انت بتعرف يا لغة برمجة بالضبط، بقدر انه بتعرف انت الكونسبت او الدرجة بتاع التفكير كمبرمج. في البرمجة احنا عندنا فهم خاطئ عنا انه الزول المبرمج هو زول بيكتب كود، لكن لا، الزول المبرمج هو زول بيعرف، بيكون عنده مايند سيت او بيكون عنده العقلية بتاع انه يحل المشاكل اكثر من انه هو يكتب الكود. كتابة الكود دي هينة، لكن حل المشكلة دي اهل او البروبلم سولفينج والكريتيكال ثينكينج دي هم حسي السكيلز اللي محتاجينها في السوق السوداني. فعشان كده اول كورس او اول جزء من برنامج الكورس ده هيكون كورس، هو كورس مشهور جدا بانه كورس ممتاز لكن في نفس الوقت صعب، اسمه سي اس سيفتي، كمبيوتر ساينس سيفتي. المنتجه هو زول عمله، هو افضل جامعه ومن افضل الجامعات حسب في العالم اللي هو جامعه هارفارد، ومقدمه اونلاين. فلانه احنا في جزء مننا كبير اخذ الكورس قبل كده، لكن في نفس الوقت بيجوا فيه مشاكل كبيره انه 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 يمر في الكورس بياخد منه زمن طويل. فعشان كده احنا عشان نقصر الزمن ده هيكون عندنا مشرفين من دول مختلفه، عندنا حاسين من السودان، من ليبيا، من مصر، من الهند، بمختلف بلغتين اللي هو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، إذا حبي تسألهم كده. فده حيكون جزء من المجتمع بتاعنا، أنت متى ما جاتك أي مشكلة حترجع عليهم. الكورس باللغة الإنجليزية عشان كده برضو عندنا كل الناس بيتكلم لغة عربية، إذا عندك أي مشكلة مع اللغة الإنجليزية ممكن نحلها. وأخيرا إذا عندك أي مشكلة عندنا بلاتفورم اسمه سلاك، بتنزل فيه سلاك، بتكتب المشكلة بتاعتك، وإن شاء الله في أقرب وقت تلقى أي واحد من المشرفين اداك حل او توجيه. نحن الغرض بتاعنا ما اننا نديك الحل جاهز بقدر ما اننا نخليك تفكر في الحل. فما في اي حاجه حل جاهز، حيكون يعني
اذا واجهتك اي مشكله بنوريك انك تمشي في التشوين، بحيث ان اللي قدام ان شاء الله لما تنزل مع شركه ما حيوروك انت الحل بتاع هاي الاشياء، يعني انت اللي بتكون ده تجيب الحل، فكيف ممكن تفكر في الحل ده. طيب كان عندنا في البوت كمان، كان عندنا متحدثين هنا اللي هو عمرو الصديق ومحمد شريف، شاكر شديد ليهم. اتكلموا لنا عن تجربتهم مع سي اس سيفتي. امل هي كانت خريجه بتاعت كيمياء، محمد شريف حتى الان بيقرا في برمجه، هو قرا برمجه لكن حسي شغال، اذا كانت المعلومه صحيحه اتاكد منه. فالمهم اتكلموا لنا عن خلاصه القول انه الكورس بقدر ما انه هو كورس على البرمجه لكن بيغير حاجات في حياتك ذاته، والكورس صعب يعني صراحه، هو من البدايه عشان كده اخترناه. طيب ده الجزء الاول. الجزء الثاني حيكون طبعا في البوت كامب، كان عندنا زي لعبه بسيطه بعد ذاك، لكن حنقوم نتخطى اللعبه. اذا اي زول ده يلعب اللعبه، هي اسمها جوجل كودينج، جوجل كودينج سمثينج، هاخد اللينك بتاعها ان شاء الله. طيب الجزء الثاني بعد ذاك، قمنا بحثنا عن ان يا اخي في السوق السوداني الناس محتاجه لاي لغه برمجه، فقلنا هي اي اكثر لغه برمجه هي مشهوره، جافا سكريبت، في برضه دوت نت، في فلاتر، في حاجات، لكن جافا سكريبت هي الدوميننت لاسباب كثيره، لانه حتى جافا سكريبت هي الدوميننت او هي اللغه الاكثر انتشارا، ما بس في السودان، في العالم كله. فبتلاقي ان جافا سكريبت خشت في حاجات كثيره شديد، زمان كان بيستخدموها عشان يكتبوا بيها مثلا الفرونت اند او الحاجات اللي انت بتشوفها قدامك في المتصفح، لكن حسب بقت تكتب في الفرونت اند اللي هو الحاجات اللي تشوفها، في الباك اند اللي هو الموضوع بتاع الداتابيز والحاجات دي، في روبوتك اذا تشتغل مع الروبوتات، في الذكاء الاصطناعي المشين ليرنينج، في ثاني في شنو، في مجالات كثيره شديد جافا سكريبت بتخش. فعشان كده لقينا انه تعليم او انه نشتغل بالجافا سكريبت هي ادفانتج او حاجه مفيده شديد بالنسبه لكل الناس اللي هتشتغل في مجالات مختلفه لقدام ان شاء الله. طيب نجي بالنسبه للرسوم بتاعت البرنامج، هي كم بالنسبه للباتش الاول؟ هم اصلا الرسوم بتاعت البرنامج هي 6000 عشان تغطي الاكسبنسز كلها، لكن بالنسبه لاول باتش هياخدوا 50% ديسكاونت اللي هو هيدفعوا 3000 جنيه، لكن في نفس الوقت من 3000 جنيه دي اذا هو خلصوا البرنامج واخدوا الشهاده من البرنامج بترجع عليهم 1000 جنيه كمحفز. طيب نيجي ناخد برنامج كود سودان ان ديبث، او البرنامج ذاته في حد ذاته هو فيه شنو. الحاجه الاولى ان احنا هنشتغل على 5 مشاريع متوسطه ممكن تاخدها في لينكدين، بحيث انه احنا عندنا مشكله بتاع انه يا اخي لما تيجي تشتغل بيقوم بيوريني، بيقول لك ورينا المشاريع انت اشتغلت عليها، وهي بتشتغل على مشاريع محتاجه تلقى شغل، انت بتكون قاعد في الدوامه لانك ما لاقي مشاريع وفي نفس الوقت ما لاقي شغل، فعشان كده بنشتغل على مشاريع. المشاريع بعد ده ممكن مع اي شركه انت ماشي تقدم لها، يقول لها والله يا اخي دي المشاريع انا اشتغلت عليها، بتكون مشاريع ممتازه شديد. الحاجه الاخيره بتكون شغال مشروع كبير ممكن تشتغلوا براك او ماكسيم مع 3 مع نفرين تانيين، اللي هو كلكم في الجروب تبقوا 3، عشان انكم تعملوا مشروع كبير في نهايه البرنامج. طيب حتكون عندك معرفه اساسيه ب3 لغات، سي، بايثون، واس كيو ال، ولكن معرفه بتعمق في لغه برمجه واحده اللي هي جافا سكريبت. طيب حاجة مهمة تانية احنا لازم نركز عليها اللي هو انه استخدام التكنولوجيا، لان معظم الناس مثلا بيستخدم لما نكون في الجامعة بنكون شغالين بواتساب، بنكون شغالين بفيسبوك جروب، بنستخدم الحياة دي، لكن لما تيجي للشركات هي بتستخدم حاجة مختلفة تماما، بنستخدم سلاك، ستاك اوفر فلو، جيت هاب، جيت، حاجات بشكل عام. فدي الحاجات اللي احنا هنركز على انه الناس ما بس تتعلم لغة البرمجة، حتتعلم الحاجات المحيطة بلغة البرمجة، الايكو سيستم بتاعها اللي هو البرامج اللي بتشتغل بيها. طيب ده كان جزء بسيط او ملخص لليوم الاول ان شاء الله، لاقيكم في الفيديو الثاني عن اليوم الثاني. شكرا جزيلا.